عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عقلتين مزروعة في الماء، وطبعا قلنا سابقا بأنه إذا أردت التعقيل في التربة يجب أن تجعل أحد البراعم مساوي أو قريب من سطح التربة. أيضا التعقيل في الماء يجب أن تجعل أحد البراعم مساوي أو قريب من سطح التربة، لأن هذا المكان يكون هو أكثر تهوية، أكثر أكسجين، بالتالي يكون البرعم أكثر نجاحا من قيده. وكما نشاهد هذه العقلة البرعم الموجود بالقرب من سطح الماء هو الذي ظهرت عليه بوادر التجذير، ولأنه مع تغيير الماء تكون هذه المنطقة أكثر تهوية من غيرها. كلما نزلت إلى الأسفل قل الأكسجين، وكلما صعدت إلى الأعلى زاد الأكسجين. طبعا الآن نقوم بتغليم العقلة قبل أن ننقلها إلى التربة. نقوم بالتخلص من هذا الجزء الذي في الأسفل، الجزء الذي هو أسفل البرعم، لأنه إذا قمنا بزراعتها كاملة سوف يتعفن هذا الجزء الذي في الأسفل، ولأنه هو في الأساس متعفن، لهذا نقوم بالتخلص منه كاملا. أيضا نقوم بالتخلص من رأس العقلة لتقليل التبخر. بعد ذلك نقوم بغرسها في التربة ونضعها في مكانها، نتركها في مكانها لمدة أسبوع أو إلى أن تنمو جذورها ومجموعها الخضري. بعد ذلك نقوم بتعريضها للمناخ الخارجي تدريجيا، والسلام عليكم.